بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وبرهانه القويم: والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها. النازعات 30 31 ودحوت الشيء دحوا بسطته يعني تشير إلى الدحو دحوت الشيء دحوا بسطته بمعنى دحو الأرض بسطها أي جعلها مبسوطة يعني مبسوطة للعباد ولذلك كان من أسمائها يعني أسماء الأرض البسيطة والبسط هو المد البسط هو المد لذلك قال الله سبحانه وتعالى وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ سورة الحجر 19 وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون سوره الرعد الايه الثالثه بالاضافه الى الايات المتقدمه نجد الحديث في القران الكريم عن الارض باعتبارها نعمه نعمه انعم الله تعالى بها على الانسان فهي الفراش الأرض هي الفراش للإنسانية والمهد كما يصرح الحق جل وعلا "الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون" سورة البقرة الآية 22 بعد قال الله سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى يقول النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أنا سورة طه الآية 53 والآية 55 إذا للإنسان أو الإنسان هو خليفة الله خليفة الله في الأرض. كما صرح القرآن الكريم إني جاعل في الأرض خليفة هذا الخليفة مرة يعبد الله كما أسلفنا أنه عبادة حقيقية كما ورد عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه قوم يعبدون الله يعني طمعا في جنته وقوم يعبدون الله خوفا من ناره وكما صرح مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني أن المعنى أنه إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك إذا هذا الخليفة تارة يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى والذكر هو إحضار عظمة الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري يعني انسان يذكر الله بكل خطوه، بكل مشروع، بكل شيء، يعني امور كثيره عنده في الحياه الدنيا. فيكون ذاكرا لله بكل قدم. يكون ذاكرا لله. والذكر هو احضار عظمه الله سبحانه وتعالى. انسان يتصور ان الله سبحانه وتعالى يراقبه. ومره لا يكون معرض. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ظنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى في ذلك اليوم يوم, 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 يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا اليوم اللي يعبر عنه القرآن الكريم في الآية 55 لعلها من سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم الآية 65 سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بعملهم هذا كتابنا الآية 29 سورة الجاثية هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون كل عمل هو مسجل صوره وصوت يعرض يعني في ذلك اليوم اللي يوم التغابن، يوم الطامه، يوم القيامه، يوم الحساب، شو تعبر عنه؟ هو هذا فالانسان تاره يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى واخرى يكون معرض ومشكل يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا وبرزوا لله الواحد القهار يعني بعد ما تموت الخلائق الله سبحانه وتعالى ينادي لمن الملك؟ ماكو جواب. ثانيةً لمن الملك؟ ماكو جواب. ثالثةً لمن الملك؟ أيضاً ماكو جواب. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يجيب نفسه بنفسه يقول الملك لله الواحد القهار. الملك لله الواحد القهار. يعني الآن أنت نفسك يعني مو ملكك. أولادك مو ملكك. لما تعمل عمل سيء تحاسب عليه في ذلك اليوم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا كل صورة صوت يسجل في ذاك اليوم ويحاسب الإنسان على هذا الأمر على كل صغيرة وكبيرة وبعد القرآن الكريم في سورة قاف يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذه اللفظة تسجل الملائكة تسجل لكن مرات الملائكة رواية وردت عن اهل بيت عليهم السلام يقولون الهي هذا صفير ما نعرف شنو احنا يقولون سجلوا صفير وعلى الله التفسير اذا الانسان يعني بحركته يحاسب بلفظه يحاسب بكل فعل يحاسب وكذلك يثاب يعني بفعله يثاب مثلا مستحبات التي وردت عن أهل البيت عليه السلام في يوم ليلة ويوم خمسة وعشرين من ذي القعدة الحرام يعني روايات يوم القيامة حقيقة تجعله مع محمد وآل محمد ويشين صلاة ركعتين وكذلك الغسل والصيام اللي هو يعبر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا استخوا يعني ثبت علميا الصيام ثلاثة أيام في الشهر يعني راحة للجسم يوم واحد هو هذا التقرب الى الله ام يريح الجسم هذا اللي اللي سموم هذا اللي لكن زين نسال الله واياكم ان يجعلنا من القريبين من الله سبحانه وتعالى وان يتقبل اعمالنا واعمالكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.